هذا وأجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات على هامش انعقاد الجلسات، حيث أشار النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة فيما يخص حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن حرية الفكر هي التزام دستوري. حرية الفكر في الأصل التزام دستوري، احنا عندنا المادة 65 من الدستور واضحة وصريحة فيما يخص كفالة كل حرية الرأي والتعبير للمواطن المصري. مصر حققت خطوات كبيرة في حرية الرأي والتعبير، يمكن لو قلنا أبسطها أو يعني أبسط أمورها وجودنا هنا في الحوار الوطني، احنا تحت سقف واحد، كل اللي بيتكلم بيعبر عن رأيه بمنتهى الأريحية وبمنتهى الحرية، بيعترض وبينتقد بيعمل كل اللي هو عايزه، لكن اللي احنا طالبينه أو القواعد اللي اتحطت هنا في الحوار الوطني هو اللي احنا طالبينه كمان عندنا في الحياة المصرية، ألا وهو إن الحرية يكون ليها ضوابط وقوانين عشان ما تبقاش فوضى، عشان الحرية فعلا يتحقق مفهومها الصحيح إنها تتوقف عند حدود الغير. احنا حاليا دلوقتي صحيح بنتقدم في ملف الحريات، الناس بقت بتتكلم، بقت بتقول اللي هي عايزاه، لكن الحقيقي احنا عندنا فوضى حقيقيه في مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا فوضى حقيقيه في منصات الكترونيه بيتقال عليها كلام يمكن كتير ما نقبلوش، فاحنا يمكن وغير صحيح ترويج الاشاعات والاكاذيب ليها عقوبات قانونيه، لكن الحقيقه ان هي يعني مواقع التواصل الاجتماعي فيها سيوله كبيره قوي. يمكن احنا شايفين كويس قوي ان احنا عايزين ولادنا واحفادنا يتربوا على النقد، يتربوا على التعبير عن الراي، يبقوا قادرين يتناقشوا ويتحاوروا، لكن في نفس الوقت يكونوا عارفين حقوقهم وواجباتهم. اللي بيتعرض له المواطن المصري النهارده على وسائل التواصل الاجتماعي كلها اغراض غير مقبوله. المواطن المصري اللي بيحاول يتكلم بايجابيه عن مصر، ويمكن انا وحضرتك شركاء في صفحات كتير، بيواجه بسيل من الانتقادات وبسيل من الضغوطات المعنويه. محتاجين لوضع قوانين وضوابط لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونيه لضبطها مع الحفاظ على الحريات. بالعكس اللي احنا بنعمله ده عشان يساعد على الحرية، عشان يساعد ان المواطن يقول رأيه ولكن بدون ما يتعدى على حقوق الغير.